يعطيكم العافية يا عاشر، معكم معلمة مادة الرياضيات مس ربا اللحام. اليوم إن شاء الله رح أبدأ بدرس جديد من وحدتنا اللي هي الهندسة الفضائية والتحليلية. درسنا لليوم وهو خصائص المثلث واحد. أنهينا بالفيديو السابق درس البعد بين نقطة ومستقيم. رح نبدأ اليوم بخصائص المثلث. هو الدرس ينقسم إلى جزئين أو إلى درسين تقريبا، خصائص مثلث واحد وخصائص مثلث اثنين. بيحتوي هذا الدرس على مبرهنة رح ناخدها إن شاء الله ونحل عليها مجموعة من المسائل، ورح يكون بالنسبة لنا الموضوع سهل. هلأ قبل ما أبلش بالمبرهنة حابة أعمل شوية مراجعات. هاي كلياتها أخذناها بالصفوف السابقة بس لحتى نتمكن من هاي المعلومات، وبتمنى الترتيب اللي أنا عامله عندي هون بالصفحة ينكتب على الدفاتر بنفس هذا الترتيب. أول إشي حابة نراجع مع بعض هو مفهوم المثلث، بما إنه إحنا هلأ بهدول الدرسين رح يكون كل شغلنا على المثلثات. تعريف المثلث يا عاشر هو عبارة عن شكل هندسي، مثل ما أخذنا عن الأشكال الهندسية كمربع، شكل رباعي، خماسي، سداسي. المثلث هو عبارة عن شكل أساسي في الهندسة، بيحتوي على 3 أضلاع، له 3 رؤوس أي زوايا، ومجموع زوايا المثلث تساوي 180. هلأ حابة نراجع مع بعض أنواع المثلثات على حسب الزوايا وأنواع المثلثات على حسب أطوال الأضلاع. أنواع المثلثات على حسب الزوايا، وهو مثلث حاد الزوايا أي جميع زوايا حاد أقل من 90، مثلث منفرج الزاوية أي أنه يحتوي على زاوية واحدة فقط أكبر منفرجة، يعني أكبر من 90 وأقل من 180، ومثلث قائم الزاوية يحتوي على زاوية قائمة وقياسها 90. بينما لو بدي أصنف أنواع المثلثات على حسب أطوال الأضلاع، هو مثلث متساوي الأضلاع جميع زواياه متساوية، جميع أضلاعه متساوية، مثلث متساوي الضلعين أي أنه يحتوي على ضلعين قياساتهم متساوية، ومثلث مختلف الأضلاع جميع أطوال أضلاعه مختلفة في القياس. هلأ بعد هيك حابة نتذكر مع بعض قانون محيط المثلث ومساحة المثلث. هلأ هدول القانونين برضو رح يفيدوني بحل المسائل هلأ اللي رح ناخدها. ممكن يطلب بده محيط مثلث، مساحة مثلث، لحتى نكون عارفينهم. محيط أي شكل بالدنيا، مو شرط إنه يكون مثلث، أي شكل هندسي، هو مجموع أطوال أضلاعه. بينما مساحة المثلث هو نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع. هلأ أخذنا برضه بالفيديو السابق، راجعتكم بمفاهيم أخذناها بالصف التاسع عن طول قطعة مستقيمة بالمستوى الإحداثي. هي عاشر بوجدها عن طريق فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع، هذا كلياته رح يكون تحت الجذر. بينما لو بدي أوجد إحداثي نقطة منتصف لقطعة مستقيمة، هو أجمع السينات على 2 وأجمع الصادات وأقسمهم على 2. هدول أخذناهم بالفيديو السابق وحلينا عليهم مجموعة من المسائل. هلأ رح نبدأ بدرسنا المبرهنة اللي موجودة فيه. المبرهنة اليوم اللي رح ناخدها اللي هو بتقول المبرهنة كالتالي نصها: طول القطعة المستقيمة بين منتصفي ضلعين في المثلث يساوي نصف طول الضلع الثالث. نركز مع بعض هون على المثلث اللي أنا رسمت لكم إياه. عندي بهذا المثلث يسمى ألف ب جيم، دال هي تمثل يا عاشر نقطة منتصف ألف ب، إذن دال هي منتصف ألف ب، وها هو منتصف ألف جيم. دال وها لو بدي أوصل بيناتهم، القطعة المستقيمة اللي راح تنتج عندي هون هي تساوي نصف
طول الضلع الثالث اللي بالمثلث. إذن المبرهنة كمان مرة بتقول أخذنا نقطة منتصف قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة في المثلث اللي هو هذا الضلع ألف باء، وأخذت برضه نقطة منتصف ألف جيم، وأوصلت بين هدول النقطتين. القطعة المستقيمة هاي هي تساوي نصف طول الضلع الثالث بالمثلث. لحتى توضح الأمور عنا أكثر رح أبدأ بحل مثال، وبتمنى إنكم تركزوا معي فيه. هلأ يا عاشر نركز مع بعض على هذا المثال وكيف طبيعة الأسئلة اللي رح تجينا عليه. بهذا المثال قال لي عندي مثلث ألف باء جيم، هيو أنا بدي أعتبره هذا المثلث اللي كان مرسوم أصلاً عندي. ألف باء جيم هو مثلث فيه باء إحداثياتها 2 5، بينما جيم الإحداثياتها -6 11. المطلوب إني أوجد طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي الضلعين ألف باء وألف جيم، على اعتبار ألف باء منتصفها هو دال، بينما ألف جيم منتصفها هو ها. هو بده طول القطعة المستقيمة الواصلة بين هاي المنتصفين، يعني أي أنا بدي أوجد أنا طول القطعة المستقيمة هاي اللي حددت لكم إياها. هلا لحتى أنا أوجد طول القطعة المستقيمة دال ها، لو بدي أوجد أنا طول القطعة المستقيمة با جيم، هلا طول أي قطعة مستقيمة في المستوى الإحداثي بوجدها من خلال هذا القانون اللي هو فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. نبدأ مع بعض بإيجاد طول القطعة المستقيمة با جيم، بعديها منكمل الحل. هلأ النقاط عندي ياها اللي هو با رح أكتبها هون وأسميها سين واحد صاد واحد، بينما جيم اللي هو -6 11 ورح أسميها س2 ص2. لما بدي أوجد طول القطعة المستقيمة هاي رح أكتب با جيم هو يساوي تحت الجذر، بكتب القانون اللي هو س تربيع ناقص س2 ناقص س1 تربيع زائد فرق الصادات تربيع. هلأ صار عندي مجرد تعويض، سين اتنين هون يا عاشر -6 ناقص س1 2 تربيع زائد ص2 اللي هو 11 ناقص 5 تربيع. هلأ ننزل لتحت اشتغل هلأ الأقواس، -6 ناقص 2 -8، سالب وسالب نجمع والإشارة سالبة، -8 تربيع زائد 11 ناقص 5 6 تربيع. هلأ -8 تربيع وهي 64، السالب في التربيع يحذف، زائد 6 تربيع وهي 36. الأولوية الآن للجمع، كمل الحل هون، 64 زائد 36 وهو 100، جذر 100 10. إذا طول القطعة المستقيمة عندي ياها يا عاشر با جيم ويساوي 10، إذا با جيم ويساوي 10. هلأ ليش أنا أوجدت طول القطعة المستقيمة با جيم وهو أصلا مطالبها بالسؤال، لكن أنا بستفيد من المبرهنة اللي أنا أخذتها إنه طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في المثلث هو يساوي نصف طول الضلع الثالث، أي أن إذا كانت عندي هنا با جيم 10، إذا دالها رح تكون نصفها، دالها يساوي نصف با جيم. إذن نص ضرب 10، أي إنه نص العشرة هو 5. إذن طول القطعة المستقيمة دالها وهو 5 بالمستوى الإحداثي. إذن أنا بهاي الحالة لما يكون معطيني طول قطعة طول الضلع الثالث في
المثلث، وبده يعني أوجد طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفين ضلعين في المثلث، بطبق هاي القاعدة. هلأ إن شاء الله رح أعين لكم واجب على نفس هاي الفكرة، تابعوها على المفكرة الإدارية، وإن شاء الله بالفيديو اللي بعده رح أشرح فيه أفكار تانية من الحل، ويعطيكم ألف عافية يا عشرة.